أثناء خروجك من البيت ستلقى صنفين من النساء. الصنف الأول امرأة قد ابتليت بمرض امرأة العزيز، قد تجملت وتعطرت وتبرجت ولسان حالها يقول هيت لك. أما الصنف الثاني امرأة قد تسترت وتحجبت ولكن ألجأتها الظروف للخروج لقضاء حوائجها، ولسان حالها يقول حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فمع الصنف الأول تصرف كتصرف يوسف عليه السلام، غض بصرك وقل ما عاد الله. وأما مع الصنف الثاني تصرف كتصرف موسى عليه السلام، قدم المساعدة بأدب وامض في حاجتك، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فإن غفلة يوسف كانت سببا في أن أصبح عزيز مصر، وشهامة موسى كانت سببا في أن الله رزقه زوجة صالحة والمأوى. فاللهم ارزقنا العفاف والستر. ملابس المرأة تحكي تربية أبيها وغيرة أخيها ورجولة زوجها وحرص ومتابعة والدتها، وقبل هذا كله استشعارها بمراقبة الله تعالى لها. لذلك قالوا لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ذكروها بأخيها وأبيها وأمها، ففي صلاح هؤلاء صلاحها. تقول إحدى الفتيات عندما أرى فتاة تبرجت وبالغت في العري أنظر لوالديها وأتذكر قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فأزيد حياء وحشمة من أجل ألا تسأل أمي. معظم ما حرم الله في الدنيا أباحه في الجنة كالخمر إلا العري، فإن الله حرمه في الدارين. بل إن من النعيم زيادة التستر، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بصراحة هذا من المواضيع المفيدة التي يجب أن نتراسل بها في وسائل التواصل الاجتماعي. رحم الله من نقلها وشاركها وجعلها في ميزان حسناتكم. فإذا أتممت المقطع إلى هذه اللحظة فأذكرك بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.